هذا البرنامج برعاية اهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بضيفي مره تانية المهندس محمد الزناتي، احد منتجي بيض المائده في مصر واحد المتضررين من اكثر من سنتين. اعتقد بيض المائده من سنتين مضار، مش كده يا باشمهندس؟ ثلاثه، من ثلاث سنين. الله يكون في عونكم. امال بيقولوا ده انتوا حراميه وجشعين وحرام عليكم، البيضه وصلت 3 جنيه. ماشي، هي وصلت 3 جنيه بس تكلفتها كام؟ ما هو احنا المشكله ان احنا بنبص لاخر نقطه، مش بنبص للنقطه اللي قبليها. ماشي، البيض وصل 3 جنيه كويس، تكلفتها كام؟ طيب انا طبق البيض النهارده مكلفني كام؟ خلينا نعمل بروسيجر للحلقه بتاعتنا، ويبقى لها كده راس ورجلين. عاوزين نبدا حلقتنا من الازمه اللي طلعت، موضوع اعدام الكتاكيت ده. حضرتك قبل الهوا كنت عاوز تقول انك ليك راي في موضوع اعدام الكتاكيت وهجوم الناس على المربين في موضوع اعدام الكتاكيت ده. طيب احنا بس في حاجه لازم توضح للناس عشان تفهم ليه اعدام الكتاكيت. اولا الكتاكيت دي راس مال عامل، اكيد مفيش بني ادم عاقل في الدنيا عايز يعدم راس ماله، ده رقم واحد. فاعلم كمواطن انك انت لما بتشوف واحد بيعدم كتاكيت ده وصل لمرحله النهايه. فطب هتقول لي ليه بيعدمها ما بيديهاش لحد ما بيربيهاش؟ طيب يا جماعه، الكتاكيت دي كتاكيت مهجنه جينيا، مش الكتاكيت اللي كانت في مصر من 70-80 سنة فاتت بتتربى في الغيط وبتتربى فوق البيوت وبتاع. دي كتاكيت جاية من أمهات واخدة تحصينات معينة، ولازم تاخد تحصينات معينة وتعيش في بيئة معينة، درجة حرارة ورطوبة وخلافه، وتاكل أكل معين. فمش هينفع أنا لو اديتها النهاردة للمواطن العادي، أولا مش هعرف يربيه وهتموت منه، ده رقم واحد. رقم اتنين الأهم بقى، وليه دي بتتعدم؟ هيبقى في كارثة بيئية لو الكتاكيت دي توزعت على الناس، لان اولا الناس اللي هتاخدها محدش هيدي اي تحصينات، وما انتش عارف برنامج التحصين المفروض تاخده. هينتهي الوضع بايه؟ كتكوت مش متحصن، هيتضرب انفلونزا، شكرا. بقى عندك تفشي لوباء. عملت في كل بيت في مصر بؤره انفلونزا، واحنا بنحارب الكلام ده. يبقى كده قلنا يا رحمن يا رحيم على صناعه الدواجن. خلاص انت لو بلد عندك انفلونزا متفشيه او اي مرض من الامراض المستعصيه، خلاص انتهى، انت مش عارف تربي دواجن تاني. فما ينفعش ان انا اوزعه. المنظمه العالميه لصحه الحيوان بتصنفك انك دوله موبوءه، يعني خلاص عيش مع نفسك بقى. وانت اصلا عندك وبائيه عاليه. احنا ما احناش يعني دوله خاليه من الوباء والكلام ده كله، لا يا جماعه، احنا دوله عندها وبائيه عاليه، والناس المربيين بيحاربوا الوباء ده بطريقه احنا يعني اكتر حاجه مقرقه بالنسبه لنا الامراض اللي بتضرب المزارع. فالنهارده انت كمان ما تحملش عليا وباء اكتر من اللي موجود. انا كفايه عليا قوي المربين الصغار اللي للاسف ما بيبقاش عنده المعلومه ولا عنده القدره، وبيعمل تحصينات اي كلام، وبينتهي الوضع ان هو قطعانه بتتضرب ويضرب لي انا قطعاني بعد كده، ويعمل لي وباء في المنطقه. طب يا باشمهندس، عندي نقطه قد لا تتوقعها. الحكومه شافت حاله اعدام الكتاكيت من مربين صغار، فبالفعل الحمد لله انتفضت وعملت وحلت المشكله. طيب من أكتر من 6 شهور هم كانوا بيشوفوا إعدامات أيضا، لكن مش بمفهوم القتل الرحيم أو الموت. احنا شفنا جدود اللي بتنتج الأمهات اتحولت للحم، والجدة دي بتبقى جايبة الدولار وهي كتكوت عمر يوم واحد. أمهات التسمين اللي اتحولت للحم واتباعت بالكيلو وهي بتتكلف لها مش أقل من 150 جنيه علشان تنتج أول بيضة. احنا سواء بياض للتسمين او بياض لبيض المائدة، ليه الحكومة ما تحركتش لما كانت بنقول يا جماعة الناس بتبيع قطعان الجدود والامهات تسمين بالكيلو؟ بص يا فندم، هي بالراس ده كانت بتتباع بالراس حتى يعني. هي اولا هي المشكلة ما اتحلتش، عشان حضرتك بتقول لما الحكومة اتحركت والمشكلة اتحلت. المشكلة ما اتحلتش، المشكلة قائمة. انا اسف ان اقول كده وانا مش قصدي والله، يبقى راجل سوداوي، احنا في وسط كارثة حقيقية. صناعة الدواجن صناعة طويلة المدى، مش صناعة بتتعمل في شهر أو شهرين.
انت النهارده عشان تكون عندك الكتكوت بتاع التسمين لما تيجي تجيب الجد انت بتتكلم في دوره مدتها سنتين لثلاث سنين، من اول ما تجيب الجد وتكبره ويبدا يجيب لك الامهات وتكبر وبعدين تبدا تجيب لك الكتاكيت. يا جماعه قصه طويله وعريضه وفيها فنيات كتيره جدا وفيها استثمارات رهيبه جدا، وحاجه لما انت الدايره دي بتقطعها في نقطه بتنفرط وما بترجعش تاني. وفي الحقيقه ده اللي محزنني واللي قلقني، وهنا مكمن الخطوره. على فكره مكمن الخطوره مش ان انا النهارده عندي التسمين قلل فالشهر الجاي مثلا ايه التسمين عندي قليل، هي على فكره مش دي مش مشكله، يعني مش دي الازمه. الازمه الاكبر ان التسمين قلل عشان الامهات بتقل وعشان الجدود بتقل، هي دي الكارثه. انت النهارده في دول بتحفى عشان توصل للي مصر فيه، يعني الصناعه بتتاكل اساسياتها. طبعا انت هيكليا بتتدمر. انت النهارده مصر كدوله انت دوله قديمه في الدواجن، انت عندك مزارع جدود ومزارع امهات ومزارع تسمين ومزارع بياض ومعامل ومعامل فأس، انت ومجازر. عندك ومجازر، انت عندك تكامل في الصناعه. انت فاضل لك حاجتين، زراعه للذره والصويا توفرهم تبقى انت كده فعلا قفلت التكامل، وشغل بقى على الجوده عشان تقدر تصدر. انا مش قادر افهم احنا ليه مش بنبص للصناعه دي انها ممكن تبقى صناعه بتدر الدولارات للدوله مش عبء دولاري على الدوله. يعني انا النهارده كدوله لو بفكر تفكير شامل وابتديت ابص انا هوفر ذره وصويا، النهارده مصادر الذره والصويا في العالم كلها معروفه، انت عندك الارجنتين والبرازيل الامريكانتين يعني، وعندك روسيا واوكرانيا ودول خلاص. طيب انت النهارده كدوله زراعيه هتقدر توفر قد ايه؟ انا ما قلتلكش توفر 100%، تعالى نحط دراسه. احنا النهارده تعداد سكاني قد ايه؟ هياكل كام بيضه وهياكل كام فرخه في السنه؟ وبالتالي ابدا ارجع لورا بقى، طب انا محتاج انتاجي يبقى شكله عامل ازاي؟ طب اذا انا محتاج اعلاف قد ايه؟ طيب هوفر منها مخزون من الـ من الـ من اللوكال المحلي قد ايه؟ والمستورد قد ايه؟ طيب لو انا النهارده يعني انا المستورد دايما عكسي مش ضدي. ليه؟ انا خلينا نتكلم بصراحه، انا دوله دايما الدولار رايح لفوق مش لتحت، انت عمرك ما الدولار بينزل. فاذا انت كل سنه تكاليفك هتزيد غصبا عنك. طيب احد من الكلام ده ازاي؟ ان ابدا اشتغل على المنتج المحلي. طب يا اما انا قادر اعمل ذره وصويا، مش هقول اكتفاء ذاتي لان ده شيء مستحيل، بس هتعمله بدرجه كويسه. وليه ما تبداش تفكر في افريقيا تحت؟ انت عندك السودان تحتيك مزارع واراضي خصبه بالهبل، هل تقدر تشتغل فيها؟ انا مش راجل زراعي ما اقدرش اقول، بس ده ممكن يكون فكره. طيب ممكن تبدا تعمل ميكس، هتجيب مستورد شويه وهتجيب محلي شويه، وتبدا تبقى عارف انت احتياجاتك قد ايه سنويا، وتبقى داخل السنه انت عارف احتياجك قد ايه. وعلى فكره انا مش بتكلم على سنه، انا بتكلم على اقل خطه 5 سنين ل10 سنين. الدواجن استثمار طويل المدى، ما ينفعش تخش الدواجن وانت بتبص على سنه، ده امر مستحيل. انا قطيع البياض عندي بيقعد سنه ونص انتاج و4 ل5 شهور تربيه، يعني انا تقريبا بقعد سنتين بالقطيع الواحد. ازاي ده انا احدد له خطه عمل في سنه؟ استحاله. وده قطيع واحد، انا ما بتكلمش بقى في بقى القطعان اللي داخله وراه. فالقصه محتاجه استراتيجيه. انا على فكره والله العظيم ثلاثه بالله على الهواء، انا ما اعرف انت حاليا حالتك ايه. شوف العلاقه اللي بينا، يعني انا اعرف مثلا المهندس عادل سيكا قفل مزرعته، الاستاذ ماهر نسيم اللي هينضم الينا بعد الفاصل قفل مزرعه التسمين. انا والله ما اعرف انت اخبارك ايه، العنابر بتاعتك عامله ايه. انا بحارب عشان اكمل. اهو انت نموذج من نماذج المنتجين، وانت لا صغير ولا كبير، انت متوسط. انا بحارب عشان اكمل فعليا. انا عندي ناس في رقبتي، وانا ده اللي انا مقتنع بيه. انا عندي 30 40 واحد في المؤسسه بتاعتي بياكلوا عيش كل يوم الصبح من المكان ده. المكان ده انا على جثتي انه يقفل. طاقته الانتاجيه قد ايه الوقت من اللي فات؟ احنا حاليا الحمد لله العنابر شغاله، لان انا القطعان في اواخر ايامها مش في اوائل ايامها. فانا دلوقتي في مرحله الاحلال والتجديد، وهو ده السؤال بتاعي. جنريشن يعني يكون عندك 3 اجيال. انا عندي دلوقتي في التربيه وداخل على الانتاج، وانا حاطط ايدي على قلبي، انا هكمل التربيه دي ازاي؟ وهكمل التربيه اللي وراها على طول ازاي؟ وهل انا ماليا هقدر اسد ده، ولا هوصل لدرجه شكلها عامله ازاي؟
انا مزرعه يعني طبيعي عليا عبء مالي زي كل المزارع اللي عندك موجوده، لكن عندك قطيع منتج يعني. انا عندي قطيع منتج وانا بحارب كل الحرب ان القطيع ده يفضل مكمل على قد ما اقدر عشان الم ثمنه. تكلفه انتاج الطبق البيض دلوقتي كام؟ 82 جنيه. 82؟ ايوه يا فندم. وبتبيعه بكام العنبر؟ 70 جنيه. يعني ده 12 جنيه خساره في كل طبق. 12 جنيه خساره في كل طبق. في كل طبق بتطلعه يومي. وده بقى نقطه انا عايز اقولها عشان احنا بنتهاجم في الحته دي. طب بتخسر شغال ليه؟ ثانيه واحده. في وقت انت بتخسر ومش قادر تطلع. وده للناس لازم تبقى قادره تفهمه. انا في وقت لو القطيع عندي في عمر معين انا ما ينفعش اطلع. الطلوع هيبقى انتحار. فانا هكمل عشان اقلل خسارتي. وده اللي الناس لازم تفهمه. مش كده بس، ده انا الكلام بيتقال لك ان انا زي مزارع الطماطم اللي قال لك انا لو لميت الخراطيم ومعدت الزراعه هلاقي الديانه يروح يسبقينه يقعدوا له قدام البيت. فانت لو عنبرك اتطفى طبعا بتاع اللقاحات وبتاع الادويه وبتاع العلف وبتاع كل ما يجي يقعد لك قدام طبعًا البيت مش طبعا طبعا. ولو في شيكات عليك هيبداوا يبعتوها للمحامين وتبدا بالظبط. وبعدين انت كمان بتحارب المنتج من كل اتجاه. اسعار خامات بترتفع، سعر بيع ضعيف جدا ومش قادر تطلع بيه، ما عندكش بقى تمويل. وده النقطه اللي انا يعني نفسي حد يتكلم فيها. النهارده اي منتج رايح لبنك يطلب تمويل، البنك هيقول له اداره المخاطر عندي انا اسف بتعتذر لك مش هقدر امولك. ليه؟ الدواجن عاليه المخاطر. طب وبعدين يا جماعه؟ ما هو انا النهارده لازم اخد قرار، انا عايز صناعه الدواجن في مصر ولا مش عايزها؟ عايز احافظ عليها ومش عايز اكبرها ولا صغرها؟ على فكره انا مع اي قرار يتاخد بس ناخد قرار. لو انا شايف كاستراتيجيه اني عايز اصغر قطاع الدواجن تمام، بس يتقال الكلام ده عشان الناس ما تستثمرش. هتصغروا البديل ايه؟ يعني انا محتاج كل طلعه نهار 3.5 مليون دجاجه للشعب المصري. كل طلعه نهار محتاج مليون طبق بيض في 30، يعني ب 30 مليون بيضه للشعب المصري. ده مع اللي احنا بنقول عليه اقل معدل استهلاك في العالم. استهلاك ضعيف جدا. احنا بنتكلم من 11 ل 13 كيلو دواجن للفرد في السنه، في دول 20 و40 و60. بالنسبه للبيض انت ما عندكش، يعني ما انتش واضح على مؤشر معدل الاستهلاك اليومي. لا لا طبعا استهلاك ضعيف جدا، ما فيش كلام. عاوز اسال حضرتك سؤال بس مش هساله لك انت، هساله للاستاذ اسامه المرشدي اللي معايا على الهوا بعد اذن حضرتك. الاستاذ اشرف المرشدي. استاذ اشرف تؤمرني يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. من فضلك كنت هسال المهندس محمد الزناتي بس قالوا لي ان حضرتك على الهوا. اتفضل يا فندم. يا ترى ازمه الخامات الموجوده النهارده مع ال 60,000 اللي هم يكفوا مصر 3 ايام، هل اتحلت ازمه خامات الاعلاف؟ هو حضرتك القرار اللي اتخذ من يومين بتاع الافراج عن 44 مليون دولار بتاع الصويا ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خفض سعر الصويا شويه. نعم. وادى ان البضاعه ان شاء الله الصويا تبقى موجوده من النهارده، يعني هم على ما استلموا البذره وابتدوا تصنيع الصويا توصلنا ان شاء الله من بكره. الانفراجه دي خفضت سعر الصويا تقريبا حوالي 3000 جنيه في الطن. 3000 جنيه ده خبر حصري. يعني اللي كانت كام وبقت كام؟ انا سمعت انها كانت وصلت ل 25,000. وصلت يا فندم فعلا ل 24,000 ونص. امبارح ب 20,500 صب ارضه. 20,500 دي لما كانت بتوصل ل 10 كنا بنصرخ، لما كانت توصل 8 8 ونص كنا بنصرخ. يا فندم كانت ب 8000 جنيه. ما انا فاكر 8000 جنيه، لكن الندره بتاعتها طبعا ادت لارتفاع اسعار كل الخامات ارتفاعات رهيبه الشكل. يعني حضرتك احنا بنتكلم النهارده حصلنا علف بيوصل او بيعدي 16,000 جنيه. قلنا على في الدواجن النهارده بيعدي 16,000 جنيه. 16,000 جنيه. معلش يا اشرف بيه لو سمحت. اتفضل. المستهلك لازم يعرف او المشاهد اللي معايا، الفرخه اللي هي وزنها 2 كيلو واكله على الاقل خالص 4 كيلو علف. يا فندم من 3 كيلو ونص ل 4 كيلو. خلينا اقول 4 كيلو لانه في كمان نسب تحويل رديئه، يعني ما فيش، يعني في كتير ما بوصلش للواحد ونص. تمام. حضرتك قول لي دول 64 جنيه فقط لا غير علف. علف بس. تمام. لسه فين سعر الكتكوت؟ فين الادويه؟ فين اللقاحات؟ فين العماله؟ فين الغاز؟ فين النشاره؟ في كهرباء، في عماله. ولاحظ حضرتك ان احنا النهارده في ظل التكلفه المرتفعه دي ما
مفيش تدفية، ده دي لو حضرتك لو دورة شتاء تكلف أكتر من كده كتير. نعم. يعني إحنا حضرتك مشكلتنا إن مفيش حد مسؤول يحدد لنا سعر المنتج النهائي. طب يا أشرف فيه معلش معلش في سؤال بعد إذن حضرتك. طبعا. حكاية إنه أنا جالي تقرير النهاردة وما أقدرش أزيعها كده، لكن لازم أسأل حضرتك مستورد خامات؟ لا أنا مش مستورد. أنا مش مستورد. تاجر خامات. أنا من المستوردين. أه طبعا. حضرتك تاجر خامات. الكلام ده انا جالي كلام كتير النهارده ما اقدرش اروجه ولا انشره الا لما اسال اهل المهنه، هل صحيح فيه ولاد البطه البيضه واولاد الوزه السوداء في موضوع الافراجات وان في واحد بياخد واحد ما بياخدش؟ لا دي حضرتك انا ما اعرفهاش، بس هي بعلاقه كل واحد مع بنكه. يعني حضرتك مثلا لو لك حصيله دولاريه مثلا من تصدير فانت لك الاولويه ان انت تفتح افراجاتك، ما لكش حضرتك بتستنى دورك، دي حسب علاقة حضرتك وقوتك مع البنوك. طيب لا بس احنا سمعنا انه انا وحضرتك متقدمين، انا عندي الغطاء بتاعي وحضرتك الغطاء بتاعك انت بيطلع لك قبلي، هل ده صحيح؟ لا انا دي حضرتك ما اعرفهاش، لا 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 ده بيسأل فيها الجماعة المستوردين هم اللي يقولوا كده. طيب الجشع الجشع اللي بيتقال احنا توقعنا انه مع الافراجات دي فعلا يحصل انهيارات زي ما انهارت الصوع، حضرتك بتقول 5000 ده انا بعتبر انه انهيار وليس تراجع سعري. طيب ليه العلف طلع وليه الدورة طلعت؟ هو حضرتك الدورة طلع يعني يمكن اللي حجم الدورة شوية ان شرق العوينات ابتدت تنتج دورة. نعم. لو دورة شرق العوينات ده ما كانش نزل كان الدورة دلوقتي عدى ال 11000. ارتفاع اسعار الذره نتيجه ايه حضرتك؟ نتيجه ان الافراجات قليله وبالتالي اللي معاه ذره بيلاقي عليه طلب كبير جدا فبيرفع سعره. يعني زي ما حصل في الصويا بالظبط. قلت خالص فاللي معاه شويه صويا ابتدى يبيع يكسب في الطن 1000 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4 والمنتج النهائي يا عيني غلبان. انا اشكر حضرتك يا اشرف بيه، انا كان نفسي انك تكون معايا على الهواء بس انا كلمت حضرتك امبارح ما قدرتش اوصل لحضرتك. اشكرك جزيلا ونشوفك ان شاء الله على الهواء مباشره يا باشمهندس. هو لخص القصه كلها يعني ما ماشي ما العلف بيزيد. طب ما هو لازم يقابله سعر، وطول ما احنا مش قادرين نوفي ما هي يا جماعه السوق عرض وطلب، انا مش قادر النهارده اقدم كميه العلف المطلوبه اللي تغذي الدواجن اللي موجوده في مصر، يا بياض يا تسمين يا امهات يا جدود. اللي هيحصل حاجه من الاثنين، يا اما الفراخ هتموت يا اما هنحل المشكله وندخل خامات. مش هلحق ازرع النهارده ده مما لا شك منه، يعني الحمد لله ان احنا النهارده داخلين في شهر 11 اهو على اعتاب 11، فبالتالي شهر العينات نازل ماشي بيحل جزء من المشكله وده اللي انا بتكلم عليه. طيب ما نعمل خطه يا جماعه لاستهلاك العلف اللي الذره والصويا بتاعتي، ابقى عارف ان في الشهور دي هجيب من الداخلي وعارف الشهور دي هستورد من بره، وتبقى الدنيا واضحه وابقى عامل خطه وابقى عارف احتياجاتي، فبالتالي انا حتى كبنك مركزي ابقى عارف ادبر. يعني النهارده البنك المركزي بيدبر بناء على ايه؟ معلش يعني هو الناس بتطلب، طب كويس قوي، يعني يدي اولويه لمين بناء على ايه؟ ما احنا عارفين ان في شححان في الدولار، وده انا بتكلم على قطاع واحد، ما عنده قطاعات ثانيه محتاجه دولار. طب الراجل ده هياخد قرار يفرج عن الشحنه دي ولا لا بناء على ايه؟ مش لازم يبقى في خطه عمل؟ ما انا النهارده لازم اعمل غرفه طوارئ تعالج المشكله دي. الغرفه دي بقى بتشمل يعني التواصل مع المنتجين مع تجار الخامات مع الوزاره ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه. انا شايف بعد اذن حضرتك علشان برضه استقبل المهندس الاستاذ ماهر نسيم، أنا شايف إنه الحل في موضوع التدبير في حاجة اسمها فقه الأولويات، وإحنا في أزمة عالمية ولسنا في أزمة مصرية. يعني اللي بيستورد ثلاجات، اللي بيستورد أجهزة، اللي بيستورد عربيات، طبعا اللي ده مفيش كلام يا أستاذ، اللي بيستورد ملابس، كل ده يركن. أنا مهمتي زي ما السيد الرئيس الجمهورية قال من أكتر من 6-7 شهور الأولوية للأمن الغذائي، كل مدخلات صناعة الغذاء في مصر. ما إحنا لازم نفهم حاجة، أنا لما بقول تقلل مش ان انا مع دعوه اني اقلل عشان الناس بس تفهمنيش غلط. التقليل ده ليه تمن. التمن ده شححان البضاعه النهائيه، ما انت مش هتلاقي بيض ومش هتلاقي فراخ. ومش بس كده، انت بتهد بنيه تحتيه الله اعلم تكلفه اعادها تاني قد ايه. السؤال اللازم مسألهولك قبل ما ايوه اتفضل جمله اخيره اتفضل. احنا مصر تقريبا بتستورد ب 4 مليار دولار سنويا مدخلات انتاج للدواجن. اوكي عشان تنتج لك الاكتفاء الذاتي اللي موجود. يا جماعه احنا لو ما بنستهلكش ده لمدخلات انتاج
واستوردناه منتج نهائي هنستورده ب 6 و7 مليار دولار. نعم. فالقرار موجود. عايز تأخر دلوقتي عشان تدفع أكتر ولا عايز تنقذ الموقف دلوقتي وتدفع أقل قدام؟ بصفتك منتج وإيديك في النار، وده سؤال الأخير لك علشان برضو ما أخدش وقت اللي أخد من الأستاذ ماهر نسيم. صناعة الدواجن ممكن تتعافى قد إيه في قد إيه لو الدنيا اتفكت؟ يعني لو الدنيا اتفكت أنا في رأيي إن إحنا ممكن نتكلم في سنة ونص نبدأ نشوف نتائج كويسة. سنة ونص تاني عشان الصناعة دي تتعافى. طب يعني النهاردة في البياض كمية المنتجين اللي خرجت، أنا عشان أرجعها تاني أنا عندي عائقين، ما عنديش كتاكيت ياخدوها ده لو هم جاهزين، وما عندهمش تمويل. عندك كلمة أخيرة عشان ما تزعلش مني أنت جاي من آخر لا 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 خالص. أنا بشكر حضرتك، بتمنى تكاتف جميع الجهات، ده مش وقت التراشق وإن نقول مين السبب. أتمنى فعلا كل الجهات في البلد دي قطاع خاص وحكومي نحط إيدينا في إيدين بعض. الأزمة كبيرة قوي وحرام قطاع زي ده يتهد، حرام. شكرك جزيلا يا باشمهندس. كلنا هنولول وهنصرخ لو قعدنا بس فضينا للميديا والفيسبوك والحاجات المشاحنات اللي بتحصل وتمرير شائعات مغرضة ملهاش لازمة. هشكر المهندس محمد الزناتي وأسيبكم فاصل قصير عشان أستضيف أحد المنتجين أيضا وهو الأستاذ ماهر نسيم. خليكم معايا.